إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه أن يجيرني وإياكم من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، الإسلام دين متكامل، دين أنزله الله سبحانه وتعالى، دين عظيم، دين رباني، دين لا يحتاج إلى مكياج ولا يحتاج إلى تزيين، لأنه من رب العالمين، إنه من عند الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه، فجاء عمر إلى هذا الابن وأصبح يعظه ويزجره ويذكره ببر والديه، فاستمع الابن إلى أمير المؤمنين إلى أن انتهى، فقال الابن لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال يا أمير المؤمنين، هل لي علي حق على أبي؟ فقال نعم. قال ما هو؟ قال أن ينتقي أمك. اسمع بالله عليك، نحن دائما نحث على بر الوالدين، لكن أول بر أن يقع من الأب إلى الابن، فإذا بررت بابنك بر بك ولدك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقي أمك، هذا أول البر بابنك، أن تحسن انتقاء الأم. ثم قال له وأن يحسن اسمك، أن يسميك باسم يكون لك دافعاً ويكون لك رمزاً منذ أن تحيا إلى أن تموت. ثم قال وأن يعلمك القرآن. فعندما قال أمير المؤمنين لهذا الابن، فقال يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل من ذلك شيء، فأمي زنجية ابنة مجوسي، وسماني جعلاً أي خنفساء، ولم يعلمني من القرآن حرفا. ثم التفت أمير المؤمنين إلى هذا الأب الذي يدعي عقوق الابن، فقال لقد عققت ابنك قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. فعلى المؤمن وعلى ولي الأمر والأب أن يبر ابنه، فإذا بر ابنه بر الابن بالأب. عباد الله، قد مر معنا فيما مضى وتكلمنا في انتقاء الأم، والواجب على كلا
الطرفين من الأب والأم أن يحسنا انتقاء كلا الطرفين للآخر، فعلى الرجل أن يحسن انتقاء الأم، وعلى الأم أن تحسن انتقاء الأب. أين اليوم من يفكر ومن تفكر أن يكون هذا الرفيق كما هو في الدنيا أن يكون رفيقها في الجنة؟ بالله عليكم، من يفكر بهذا التفكير؟ من من الرجال يفكر هذا التفكير أن هذه الزوجة التي سيختارها في الدنيا هل ستكون هذه الزوجة رفيقته في الآخرة؟ ومن تفكر من النساء اليوم، من اختارت زوجا لها في الدنيا هل سيكون هذا الرجل رفيقها في الجنة؟ هل يوجد؟ يوجد، نعم، لكنه أصبح في زماننا هذا من نادر النادر أن يفكر الرجل بهذا التفكير وأن تفكر المرأة بهذا التفكير. عباد الله، لقد أعطى الله سبحانه وتعالى حقوق الأبناء قبل أن يولدوا وقبل أن يكونوا أجنة في بطون أمهاتهم وقبل أن يولدوا ويخرجوا إلى نور الدنيا. ثم أعطى الله سبحانه وتعالى بعد أن حتم علينا أن يكون هذا العقد عقداً صحيحاً مشروعاً بين الزوج والزوجة لا شبهة فيه، لكما نشاهد اليوم يسمون أسماءً بدعوى النكاح الشرعي، مسيار وعرفي ومتعة وما شابه ذلك. أنا لا أدعي تحريم المسيار، مشكلتنا أننا إذا سمعنا فتوى من العلماء فإننا نتوسع بذلك. العلماء عندما يفتون فتوى يفتونها على ضوء وعلى سؤال محدد، ثم نأتي نحن نأخذ هذه الفتوى وهذه الجزئية فنتوسع عليها، وكلما سئلنا نقول هذا جوزه العلماء. العالم عندما جوز لك أكل الربا في الضرورة وقالوا هذه الضرورة أن يغشى عليك الموت، فجوزوا لك أكل الحرام كالمضطر الذي يخشى على نفسه الموت فيضطر إلى أكل الميتة، فتتوسع أنت على نفسك وتوسع على حالك وتقول هذه فتوى أفتى بها العلماء. عباد الله، قد أقر الإسلام للمرأة المهر، فقال سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أي فريضة، فريضة على الزوج للزوجة أن يعطيها مهرها. وحرم الإسلام التغالي بالمهور، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي العجفاء قال: خطبنا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها إن تكن مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت ابنة من بناته بأكثر من 12 أوقية. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول عندما سألها أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف فقال لها: يا أم المؤمنين، كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت رضي الله عنها: كان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونش. فقالت: أتدري ومن نش؟ قال: لا. قال: هو نصف أوقية.
فإذا جئنا لنحسب هذا المهر الذي كان لخير نساء العالمين ولخير البشرية، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجده يتجاوز 120 ديناراً كويتياً، ما يتجاوز هذا المبلغ. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها: إن من بركة ويسر النساء كلة المؤونة. وإن كان هذا الحديث ضعيفاً، قد عضده حديث آخر صحيح كما أخرج الإمام أحمد أيضاً من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت تقول كما أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. وقال عروة بن الزبير بن العوام من فقهاء المدينة، فكان يقول: وأنا أقول من عندي، إن من أول شؤم المرأة غلاء مهرها. هذا فهم هذا الفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام أمرنا بالمهر وأمرنا ألا نتغالى بالمهور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، قد راعى الإسلام وحفظ حق الطفل وهو في بطن أمه ولو كان هذا الطفل ولد زنا. انظر معي كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه: عندما جاءت الغامدية وهي حبلى من الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليها الحد حتى وضعت، ولم يقم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد حتى فطمت ذلك الصبي. انظر إلى حقوق الطفل، وعندما يرفع شعار من حقوق المرأة إجهاض الجنين الذي في بطنها. الغرب يدعي أنه صاحب الحقوق، والله ثم والله ثم والله لا تجد حقا للطفل في أمة من الأمم ولا دين من الأديان كالإسلام، كما أعطى للطفل حقوق ما تجدها في دين من الأديان. فنقول للعالمين جميعا: تعالوا لكي نعلمكم ما هي حقوق الطفل في الإسلام، وما جعل الإسلام، وكيف حافظ الإسلام على حقوق الطفل، فأعطى حقوقه قبل أن يكون جنينا حتى أن يبلغ. أعطى الإسلام جميع الحقوق وحافظ على هذا الصبي. أين الدماء التي يدعيها الغرب ويدعي أن الإسلام مبني على الدماء والقتل وقطع للرؤوس؟ عندما جاء ماعز ابن مالك وكان قد زنى بالغامدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرده، ثم جاء المرة الثانية ويرده صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أبي الرجل جنون؟ أي أصابه جنون؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تقرب منه وشم فمه: أهو شرب الخمر؟ ثم أقام عليه الحد في الرابعة، عندما جاءه في الرابعة. الإسلام مبني على الرحمة لا كما يدعيه الغرب، لا يشوش على تفكيرك أعداء الإسلام ويقولون أن الإسلام مبني
على الدماء، مبني على الأشلاء، مبني على القتل. والله ما تجد دينا كدين الإسلام مبنيا على الرحمة، ومبنيا على حفاظ النفس، ومبنيا على حفاظ الدماء، ومبنيا على حفاظ الأعراض كالإسلام. فالإسلام حفظ هذا الطفل حتى أنه رخص للأم إذا خافت على جنينها، كما ورد ذلك عن ابن عباس وابن عمر، إذا خافت على جنينها رخص لها الإسلام أن تفطر حتى في رمضان في شعيرة وفريضة فرض الله سبحانه وتعالى من أجل أن يحافظ على هذا الجنين في بطن الأم. بل حافظ عليها الإسلام كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن امرأتان اقتتلتا من هذيل، فضربت إحداهما بحجر فقتلتها وجنينها، فحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة جنين، أي بعشر الدية. فدية الرجل أو المرأة 50 من الإبل، وعشرها 5 من الإبل. فحكم للجنين إذ سقط ميتاً بسبب ضربة تلك المرأة، حكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة جنين. فقال العلماء لو أن هذا الصبي سقط وكان حياً ثم مات كان له دية كاملة. أين تجد ذلك؟ والله ما تجد ذلك إلا في دينك. فعليك أن تفخر بهذا الدين، وأن تفرح بهذا الدين، وأن ترفع رأسك بهذا الدين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على ملة الإسلام. اللهم طهر قلوبنا وطهر ألسنتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي ويا قيوم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفِّق أمير البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.